وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فمع تفسير مطالع سورة قاف. سورة قاف عند جمهور العلماء هي أول المفصل، وقد قال بعض العلماء إن أول المفصل الحجرات، ولكن الأكثرون على أن أول المفصل هو سورة قاف، وبهذا كان يحزب بعض أهل العلم القرآن هذا. وقد ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الجمعة والأعياد صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقد ورد من حديث امرأة يقال لها أم مبشر أنها قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يقرأ بها في خطب الجمعة. أم هشام، عفوا، قالت: كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، فكثيرا ما كنت أسمعه يقرأ بها في خطبة الجمعة. وفي الحقيقة أن هذا أثار بعض الاستغراب، كيف كان النبي يقرأ بسورة قاف في الخطب، خطب الجمعة، ولا ينقل ذلك إلا من طريق واحد من حديث امرأة. فبعد تتبع الطرق وجد أن الأمر يحتاج إلى مزيد بحث، فلعله حدث وهم من بعض الرواة فذكر كلمة خطبة الجمعة، والصواب أنها الجمعة، كان يقرأ بها في الجمعة والأعياد هذا المشهور الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى دراسة حديثية متقنة إن شاء الله تخرج عن قريب في تحرير لفظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة، والرواية التي جاءت يقرأ بها في خطبة الجمعة، في خطب الجمعة. فلفظة خطب لأول وهلة نراها الآن مفحمة أدخلها بعض الرواة، وذلك لكثيرا من الطرق ليس فيها ذكر خطبة الجمعة، وهذا الأوفق لما رواه الصحابة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والأعياد بسورة قاف. ولكن كتقرير نهائي يرجى التثبت شيئا ما إلى أن تجمع كل طرق هذا الحديث ويبين ما فيها إن شاء الله تعالى. قاف من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض الصور كصاد وألف لام ميم وكاف هاء عين صاد وغير ذلك. الله أعلم بمعناها، فالعلم بمعناها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تجشم بعض المفسرين أقوالا في تفسيرها لا تقوم على دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم أن قاف جبل من الجبال، كل هذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. قاف تسمت الصورة هنا بمطلعها، كصورة صاد تسمت بمطلعها. قاف القرآن المجيد، أقسم الله عز وجل بالقرآن المجيد، والله يقسم بما يشاء، يقسم بنفسه، يقسم بكتابه، يقسم بالشمس وضحاها وسائر مخلوقاته، الله يقسم بما يشاء. قاف القرآن المجيد، قيل المجيد العظيم الممجد المعظم، وقيل إن التمجيد نوع من أنواع التعظيم لكنه من أعلى أنواعه، ولعل ذلك يتضح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إذا قال
العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فتمجيدنا لربنا أن نقول أن ننسب ملك الأشياء كلها إليه سبحانه وتعالى. وورد في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على المنبر أن الله عز وجل يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه. التمجيد نوع من التعظيم أعلى من مجرد التعظيم، والله أعلم. قاف القرآن المجيد، وصف الله سبحانه وكتابه الكريم بجميل الأوصاف، فهو كتاب مجيد وكتاب حكيم وكتاب عزيز وكتاب كريم وكتاب مبارك، كل صفات الخير في هذا الكتاب، وكيف لا والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجب أهل الكفر من إرسال رسول من البشر، وهذا اعتراض منهم على عموم الرسل، على رسل الله السلام. دوما هناك أصول كان الكفر متفقون فيها على مدار التاريخ كما يقولون، يواجهون بها رسل الله الكرام، منها التعجب من إرسالهم من البشر. أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم؟ فكان من اعتراضاتهم على رسل الله كون الرسل من البشر، ومن اعتراضاتهم على رسل الله أنهم ينفون البعث. الرسل تثبت البعث وهم ينفون البعث. في أصول من الأصول أيضا في ذلك أنهم يعني أهل الشرك ينفون وحدانية الله، ينفون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهي أصول متفق عليها تكاد تكون بين أهل الكفر كلهم، فضلا عن بعض الفروع. اطرد هؤلاء الفقراء عنك لا يجترئون علينا، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون. وهكذا فهناك أصول متفق عليها وكذا فروع متفق عليها كان أهل الكفر يواجهون بها رسل الله الكرام. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، تعجبوا لوجود رسول منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شيء عجيب، هل عائدة على أن جاءهم منذر منهم أم عائدة على ما أتى به هذا المنذر وهي الآية التي بعدها؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، مثير للتعجب. ما هذا الشيء المثير للتعجب؟ احتملت أمرين، احتملت العودة على ما سبق وهو إرسال رسول من البشر، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، واحتملت العودة على ما سيأتي وهو إخباره بالبعث. قالوا هذا شيء، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قلنا إن معنى الآية الآتية يبتدئ من أولها، سنقول إن قولهم هذا شيء عجيب رجع إلى ما سبق.
في الحقيقة أن الوقوف عند رؤوس الآيات أولى في كثير من الأحيان إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ويقول المعنى قد اكتمل، وإذا جاء شيء سيأتي شيء جديد، إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى الوصل، كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، كقوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لكن الأصل هو البقاء عند رأس الآية إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. ومن هنا يلفت النظر إلى فذلكات بعض القراء التي يتفذلكونها في مثلا قل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هي كذا الآيات، لكن هو لا يقول هكذا سبح اسم ربك الأعلى، بعدها يبتدئ يقول الأعلى الذي خلق فسوى، فاجعل الأعلى صحيح الأعلى الذي خلق فسوى، لكن كأنه جرد أن المعنى عن ما سبق. والرسول يقول اجعلوها في ركعكم، عفوا اجعلوها في سجودكم، وهكذا يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ويعيد يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق الطارق النجم الثاقب، فكأنه يزيد أشياء فعلى هذا. وقد سألت عن هذا أيضا بعض أهل القراءات في هذا النمط، لعلها قراءة خافية علينا أو شيء من هذا الباب بعيدا عن التفسير. سألت الشيخ الكريم الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله فعن بعض القراءات، كنا في بعض المساجد الكبيرة في العالم، فسألته طلبته بالهاتف سألته عن هذا، قال هذا اللفظ الذي قاله أيضا هذا من فذلكات هؤلاء القراء. قال تعالى فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، كنا ترابا أي سنحيا ونرجع، فهنا محذوف دل عليه سياق، أإذا متنا وكنا ترابا أي سنرجع، ذلك رجع بعيد بعث مستبعد، فهنا مفهوم من السياق، وقد تحذف أشياء يدل عليها المعنى، لا تحذف عن عمد طبعا، إنما لا تذكر أشياء لكن يدل عليها السياق، وذكروا لذلك أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله، قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، قالوا تقيكم الحر وتقيكم أيضا البرد، تقيكم أيضا البرد. وأردوا أمثلة في هذا الصدد مثل قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، إن كان بعض العلماء ينفون ذلك، وهذا في الحقيقة أروا بعيدا بعض الشيء، صدور هذا من عالم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، يقول واسأل القرية على بابها إذا واسأل الأنبياء لهم خصوصيات يتكلمون ما يتخاطبون مع الأحجار والجبال، ولكن الأكثرون على أنه واسأل القرية واسأل أهل القرية، ويستدل لذلك بعضهم بأشياء كثيرة من الكتاب العزيز والسنة، ثم بأبيات شعر وسبحت المدينة لا تلومها رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي سبح أهلها، إذا متنا وكنا ترابا أي سنرجع ونبعث، ذلك رجع بعيد، كما في قولهم إذا كنا عظاما نخرة أي سنرجع تلك إذا كرة خاسرة، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكله الأرض من أجسادهم، ما تنقص الأرض منهم، فيها أقوال أشهرها
ما تأكله الأرض من أجسادهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وقيل ما تنقص الأرض منهم أي من يموتون منهم، والأول أشهر، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ حفظت فيه أعمالهم وحفظت فيه أقوالهم. ثم قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج مختلط، لم يتفقوا على رأي واحد في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الواحد هو التكذيب، لكن تعليلات التكذيب إن هذا إلا سحر يؤثر، مجنون، أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، وقد نعلم أن ما يقولون إنما يعلمه بشر. فأمر مريج، مريج مختلط، ومنه مرج البحرين يلتقيان، ومنه قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ثم يلفت النظر إلى الاستدلال بآيات الله الكونية، وهذه عبادة قل فاعلوها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها من ثقوب ولا شقوق. فيحثنا ربنا على التفكر والنظر في آلائه ومخلوقاته وفي آياته الكونية في عدة آيات، وهذه عبادة وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مطلعها قول الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أطلق على الماء مبارك، والبركة لها معان. البركة تطلق على النمو والازدياد، وتطلق على ثبوت الخير في الشيء، وتطلق أيضا البركة على كثرة الخير. شخص مبارك كثير النفع، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني نفاعا للخلق أينما كنت. فالبركة لها معان، منها ثبوت الخير في الشيء، منها النمو والازدياد، منها كثرة المنافع، وهذا رجع إلى الثاني الذي هو نمو المنافع وازديادها. فقد تكون البركة دنيوية، وقد تكون البركة أخروية. البركة قد تكون بركة دنيوية، وقد تكون بركة أخروية. والشخص قد يكون مباركا على الناس في دينهم، في آخرتهم، وفي دنياهم، في دينهم وفي دنياهم. فعلى سبيل المثال، لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، تحدث الناس فيما بينهم أن بني المصطلق أصبحوا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق كل رجل، كل صحابي، كل شخص من بني المصطلق. قالوا فما رأينا امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية. فالبركة قد تكون بركة دنيوية، أنزلنا من السماء ماء مباركا كثير النفع، به تنمو الأرض بعد مواتها، به ومنه يروى الخلق ويسلمون من الهلكة. الله سبحانه وتعالى أطلق على شجرة الزيتون شجرة مباركة فيها نفع.
سواء للتداوي بها سواء للائتدام بها الأكل سواء للإدهان بها دهن الشعر والأيدي. فالزيتون مبارك، شجرة الزيتون شجرة مباركة وذي بركة دنيوية، وأشياء كثيرة كثيرة مباركة بركة دنيوية، وهناك بركة أخروية. الحرم مبارك، لكن ما وجه بركته؟ الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وكذلك المسجد النبوي مسجد مبارك، الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. القرآن مبارك، نفعه كثير في الدنيا وفي الآخرة. هذا ذكر مبارك أنزلناه. فالبركة قد تكون دنيوية وقد تكون البركة أخروية، والبركة قد تكون مبتدعة أو يسلك الناس فيها سبيل الابتداع، وقد تكون مشروعة. في هذا الكتاب العزيز كتاب مبارك، هذا ذكر مبارك كثير نفعه، كثير نفعه. إذا قرأته انتفعت به في ديني في دنياي، الله يأجرني على تلاوته، على العمل به، على الدعوة إليه. لكن إن أخذت وأدلك به جسمي قد أحدثت، ولم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الحرم مبارك، إذا صليت فيه أجرت، طفت بالبيت أجرت، إذا تمرغت في رماده أحدثت حينئذ أحداثا ليس لها مستند لا في كتاب ولا في سنة. فقد يسلك الناس سبيلا من السبل في أبواب البركة يضل بها عن سواء السبيل. أنا أقول مثلا يوسف مبارك، ما وجه بركته؟ بركته كاد يكون مباركا علي في ديني ودنياي، يعلمني كتاب الله، يعطيني شيئا في الدنيا أنتفع به، أقتات أكلا شربا. قل تعالى أنت شخص مبارك، يعني دائما تنفع، دائما تنفع. لكن إذا جئته أمسح رأسه وأمسح جسدي بالمأخوذ من رأسه، أمسح رأسه وأدلك جسمي بها، أو أقبل قدمه، كل هذا ليس من البركة في شيء. لكن ما بركته؟ إما دنيوية أخذ منه مالا، أو أخروية يعلمني ما جهلته، يدعو لي دعوة صالحة أرتفع بها درجات عند الله. فدائما البركة إما دنيوية وإما أخروية. فإذا لا ننفي كلمة البركة مطلقا، ولا نثبتها بكل الصور التي يفعلها الناس، إنما لها ضوابط تضبط بها كلمة البركة. فإذا قال لك يا أحمد بن سالم شخص يا أحمد يا بركة، هذا يذم أو يحمد؟ أو على مخرج الكلام له اعتبار. إذا كان يقصد تعالى أنت رجل مبارك، كلما رأيناك انتفعنا منك، كلما رأيناك علمتنا، أصلحت ذات بيننا، أعطيتنا، إلى غير ذلك، له وجه. لكن إذا كان يقصد ما يقصده العامة الآن من السخرية بالملتحين، يقول لك يا بركة على سبيل الانتقاص، فحينئذ يذمه، يذمه. فالأمر إذن فيه التفصيل ولا بد. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير نفعه. إذا قلنا تبارك الله تزايد الخير الوارد لنا من الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول أنت بارك تفعل من البركة، تكاثر الخير الوارد إلينا من الله سبحانه وتعالى، وتنامى وازداد، وهكذا، والله أعلم. ونزلنا من السماء ماء مباركا،
نزلنا، كل آية فيها نزلنا تفيد أن الله في السماء. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات الحدائق والبساتين وحب الحصيد، الحب الذي يحصد، والنخل باسقات، باسقات يعني طوال. وقد مر أعربي بالنبي ويقرأ النخل باسقات فجلس يعجب من الفصاحة والبلاغة العظيمة التي جاء بها كتاب الله تعالى. جلس فتفكر في باسقات طوال، لكن سند الخبر لم أحرره. والنخل باسقات لها طلع نضيد، طلع نضيد منضوب مركب بعضه على بعض. قل مثلا طلح منضود، الموز، طلح الموز بعضه يركب بعضا، كذلك عزق النخل أو العصفة، تمر بعضه يركب بلح بعضه يركب بعضا، أو تمر بعضه يركب بعضا. حجارة من سجيل منضود متتابع، هذا الحجر وراء ذاك وراء ذاك متتابع. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، الحمد لله رزق يستحق الشكر. وأحيينا به بلدة ميتا، أي بالماء بلدة ميتا كذلك الخروج. كثيرا ما نذكر بالبعث بأمور، وكما قال بعض العلماء من أصول الاستدلالات على البعث الآخر في الكتاب العزيز الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. فالاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها أحد الاستدلالات التي انتشرت في كتاب الله سبحانه. الاستدلال كذلك بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول، تعبنا لما خلقناكم أول مرة حتى تتشككوا في خلق جديد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. الاستدلال الثالث، الاستدلال بخلق ما هو أعظم منك يا ابن آدم، استدلال بخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد نمتها الله في الدنيا، كقصة العزير الذي مر على قرية وهي قرية على عروشها، كقوله تعالى لإبراهيم فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك الآيات، كقوله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كذلك في هذا الصدد فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك ما من الله به على عيسى عليه السلام من تمكينه من إحياء الموتى بإذن الله. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي كذلك ستخرجون من القبور. وقيل ماء ينزل من السماء فتنبت به الأجسام، أجسام بني آدم، فالنبي قد قال كل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، أي قبل القرشيين كذبت قوم نوح أصحاب الرس وثمود. أما أصحاب الرس
فلم يرد في شأنهم أي خبر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه السلام إلا التذكير بأنهم قوم من أهل الكفر، قوم مكذبون من أهل الكفر. أما الإسرائيليات فقد ذكرت أقوالا، منها أنهم رسوا نبيهم في بئر، دفنوه في بئر وأغلقوا البئر عليه، وتتناقل بعض الروايات أنه بقي في البئر سنوات إلى أن ظنوا أنه هلك ومات، ففتح البئر وجدوه قد خرج. كل هذا لا نعلم له مستندا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا من المتكلفين، وقد أمر النبي أو نهى النبي عن التكلف. فهناك أنبياء قص الله سيرتهم علينا، وأنبياء ذكروا بأسمائهم فقط، قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولسنا بمأمورين أن نتبع قصص الذين لم يقصصهم علينا، ما قصهم الله علينا ولا أخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان في شيء من ذلك نفع لبينه الله لنا سبحانه وتعالى. كذلك أيد الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء ببعض المعجزات وسماها في الكتاب العزيز، كعصا موسى، اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، كإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وخروجه منها، كتسخير الرياح لسليمان وتسخير الجن والشياطين له، داود ألان الله له الحديد، طير سبحنا معه بالعشي والإشراق، وأنبياء آخرون لم تذكر المعجزة التي أيد بها. فلسنا أيضا بمتكلفين، لذلك أنزل الله صحفا على الأنبياء، منها صحف ذكرت في الكتاب ومنها ما لم يذكر. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما الكتاب الذي نزل على نوح؟ لا نعرف. وأوحينا إلى إبراهيم، صحف إبراهيم، وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كل هؤلاء لم يذكر اسم الكتاب الذي نزل عليهم باستثناء إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فلسنا بمكلفين أيضا أن نبحث عن أسماء هذه الكتب وما الذي كان فيها، وكل هذا مضيعة للجهد وللوقت. وكذلك هنا أصحاب الرس سطر أقوام كلاما طويلا مضيعة للوقت والجهد في بيان من هم أصحاب الرس، بلا برهان من كتاب الله وبلا برهان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى الإمساك عما أمسك عنه في الكتاب العزيز والسنة المباركة. وعلى هذا فقس، ضيع أقوام أوقاتا كثيرة من أعمارهم في دراسات لم يبينها الله ولا رسوله. فعلى سبيل المثال أصحاب الكهف من هم؟ ما أسماء قبائلهم؟ أين كانوا؟ في أي القرون كانوا؟ من النبي الذي كان قبلهم؟ كيف اهتدوا؟ كل هذا ليس فيه تفصيل ولا أي ذكر لهم إلا في الموطن الذي ذكروا فيه من سورة الكهف، الموطن الذي ذكروا فيه من سورة الكهف. ما وراء ذلك لم يرد شيء عنهم كما لا يخفى عليكم. فلا معنى لتضيع الوقت في مثل هذا. وهكذا تجد الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها على نفس الغرار، ما اسمه؟ كذلك واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما اسمها؟ ما اسم النبي الذي أرسل إليهم؟
تفاصيل أو يبحث عنها قوم لم يرد فيها أي نص من كتاب ولا سنة، فالأولى الإمساك. الحديث عن أصحاب الرص كالحديث عن قوم تبع، الحديث عن قوم تبع، وكذلك نبي الله إلياس ماذا كان؟ ما ورد فيه إلا الذي جاء في كتاب الله. فالمحافظة على العقد والدين والسمع والبصر والفؤاد، نقتصر على الذي ورد في الكتاب والسنة محافظة على ديننا، فما نحن من المتكلفين. وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى وعاد، أي كذبت أيضا قبل قريش، وفرعون ومن معه، وإخوان لوط، وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أما أصحاب الأيكة، الأيكة الشجر الملتف، والأيك هو العش، الأيك العش. قالت هلكة من المغنيات: يا طائرا زرت يوما أيكه، أي عشه. فالأيك العش أو الشجر الكثير الملتف، ولك على الأيك الحمائم كما لا أخفى عليكم. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة الشجر الكثير الملتف، وهم أهل مدين. وهل شعيب عليه السلام أرسل إلى قبيلتين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، أو أن أصحاب الأيكة هم قوم مدين؟ أن القوم مدين هم أصحاب الأيكة، أم أن هؤلاء قوم وهؤلاء قوم وكلاهما أرسل إليه شعيب عليه السلام؟ فمن العلماء من يجعلهما واحد، ومن العلماء من قال هما قبيلتان، ويستدل هذا القائل بتنوع صور العذاب عليهم، أن قوما أخذهم عذاب يوم الظلة، وقوما أخذتهم الصيحة أو الرجفة، فيستدل بتنوع العذابين واختلاف الاسمين على كونهما فريقان. والذي يقول إنهما شيء واحد قال هؤلاء هم أولئك وأنزل عليهم عذابان، كالخلاف في شأن قبيلة عاد، هل عاد عادان، عاد إرم وعاد الأخرى، عاد إرم التي عاد الأولى وعاد التي بالأحقاف، أم هما قبيلة واحدة؟ فالذين قالوا أنهم قبيلتان استدل بعضهم بقوله تعالى وأنه ألك عادا الأولى، فقال بعض أهل العلم عادا الأولى بالنسبة لتقدم الأمم، تقدمها في الزمن. وهذه الخلافات إن شاء الله ليست بضائرة كبيرة شيء. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل، فحق وعيد، حق عليهم ما وعدتهم به من العذاب، تحقق فيهم وعيدي الذي وعدتهم به. ثم قال تعالى أفعينا بالخلق الأول، أتعبنا لما خلقنا الخلق أول مرة حتى يتشككوا في خلق جديد؟ أفعينا بالخلق الأول، ما عينا بالخلق الأول، ولكنهم في شك، بل هم في لبس، أي في شك من في لبس وخلق، في لبس من خلق جديد، أي من البعث. هكذا قال الله سبحانه. ثم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا خبر، ولكن ما المراد من هذا الخبر؟ المراد أن أحسن سريرتي، فإذا علمت أن الله يعلم ما توسوس به نفسي أصلحت سريرتي واجتهدت في ذلك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه،
إذن على هذا الإنسان أن يحسن السرير لأن الله يعلمها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا للعلماء أكثر من قول في تفسير قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقال كثيرون من أهل العلم هذه مفسرة بآية الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قالوا وملائكتنا أقرب إلى المحتضر منكم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل من الآخرة أتته ملائكة لقبض الروح، وهنالك ملائكة آخرون إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب ينتظرون ملك الموت يخرج الروح فلا يدعوها في يده طرفة عين، طرفة عين، إن كان صالحا أخذتها ملائكة الرحمة، إن كان طالحا أخذتها ملائكة العذاب. فالقول الأول في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم أي ملائكتنا. القول الثاني ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا، كل هذا الذي حملنا عليه وأننا نوقن تماما أن الرحمن على العرش استوى وأن الله في السماء كما قال عن نفسه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور، إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نصوص تترى في هذا الصدد، أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، عند قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هل ما توسوس به النفس نؤاخذ عليه؟ قال فريق من أهل العلم بالتفصيل في هذا، قالوا الخواطر والعوارض التي تمر على النفس ولا يستجمعها الشخص ولا يعقد العزم عليها لا يؤاخذ عليها العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الخواطر لا مؤاخذة عليها. أما إذا عقد العبد العزم على فعل الشيء، عقد القلب على ذلك، فقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وبعد فثم تفصيل آخر، ذم شخص بسيئة وتركها لله يثاب عليها. فأعمال القلوب باختصار منها أعمال لا يؤاخذ عليها الشخص، وهي الخواطر التي تمر بالقلب ولا يعقد عليها عزما. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقد نسخت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، نسخت بالآية التي بعدها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأن الله قال لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت إلى آخر الأحاديث. أعمال يؤاخذ عليها العبد للقلب وهي عزم القلب على فعل شيء محرم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة والحب محله القلب ومن شر حاسد إذا حسد والحسد محله القلب. أعمال أخر للقلب قد يعملها القلب، شخص هم بمعصية تركها خوفا من الله يثاب عليها،
كالرجل الذي ترك المعصية ببنت عمي خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهناك أعمال للقلوب يطرق إنما تركها من جرائي، إنما اكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي وفيرا من جرائي. ثم قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني هل المعنى إذ يتلقى المتلقيان، تلقيان الكلام والعمل، المتلقيان ملكان يتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ولكن حصل إجمال فيكون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ولكن المعنى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. هذا الذي جرى عليه كثيرون من أهل التفسير، ما يلفظ من قول أي قول كان إلا لدي رقيب عتيد. هل رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك، أم رقيب عتيد بمعنى واحد لكنه مراقب وعتيد حاضر؟ هذا ما لدي عتيد أي حاضر موجود. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قيل مراقب حاضر موجود، وقيل رقيب ملك وعتيد ملك آخر، والقولان قويان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه الكوكبة من الملائكة تحيط بك في دنياك، وأنت ماشي يا ابن آدم وأنت جالس في كل مكان لك ملك عن اليمين وملك عن الشمال. وليس هذا فقط، بل ملائكة من الأمام وملائكة من الخلف. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا واحد رماك بحجر ولم يرد الله أن تصاب، ملائكة تتدخل تحفظك بإذن الله. أراد الله لك الإصابة ما نفع فيك شيء، تصاب. أنت ماشي راكب سيارة، ملائكة عن اليمين، ملائكة عن الشمال، ملائكة من الأمام، ملائكة من الخلف، تمشي في حفظ الله. جاء شيء يصيبك لم يقدره الله لن تصاب. جاء شيء يريد الله أن تصاب، تنحى كل الركب عنك ونفذ فيك قضاء الله. وكذا في الملوك والرؤساء، كما قال تعالى في كتابه الكريم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فمن العلماء من قال له معقبات، أي لله معقبات، تحفظك يا ابن آدم من بين يديك ومن خلفك، لكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال آخرون: هؤلاء الرؤساء والملوك، كل واحد مجهز حرس من الأمام لا يحصيه إلا الله، يريد السفر من بلدة إلى بلدة، 100 حارس أمام، 1000 حارس أمامه، والمخابرات تستعد، وأمن الدولة تستعد، وسيارات مموهة سوداء، وسيارات في الخلف، وقد لا يكون في القافلة أصلا ويذهب بالطيران، يعمل أشياء كبيرة. له معقبات، أي للرئيس للملك للوزير معقبات، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذا أراد الله بقوم سوء كل هذا لا يصلح ولا ينفع ولا يجدي بشيء، فلا مرد له وما لهم من دونه من وهل. وقد رأينا بأعيننا ذلك، وكلكم ترون بأعينكم كيف قتل الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني، ما كان عن قلة حراس يحرسونه،
بل كلهم حوله وكلهم معه، وطائرات تحلق من فوقه، ومدافع من حوله، ومضر من كل النواحي. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال: هذه الكوكبة من الملائكة لا تحيط بك يا ابن آدم، عن اليمين ملك، عن الشمال ملك، من الأمام ملائكة، من الخلف ملائكة، وملائكة أيضا من فوق. وقد جاء خبر ضعيف، لكن هناك ما يقوم مقامه: ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يغضب الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. سند الخبر ضعيف، لكن هناك ملائكة تحيط بك من كل جانب، وعند رأسك ملائكة. إذا قلت اللهم احفظ إبراهيم، قالت آمين ولك بمثل. عند رأسك ملك موكل، موكل بدعواتك للناس، ما له عمل إلا هذا. واقف ينتظر منك، تقول: يا رب وفق أحمد، يا رب سلم إبراهيم، يا رب احفظ المسلمين. يأخذ الكلمات ويؤمن آمين ولك بمثل. ما من مسلم يدعو لأخيه بدعوة بظاهر الغيب ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فهذه الكوكبة من الملائكة التي تحيط بك، وتسير معك، لها وقت ينتهي عند عملها معك. حينئذ هذا الوقت جاءت سكرة الموت بالحق. عند مجيء الموت كل هذا يتخلى عنك، ويأتي ملك الموت الذي وكل بكم. يأتي ملك الموت وعن بعد مد البصر ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. فملك الموت له أتباع، منهم الناشطات التي تنشط أرواح المؤمن وتخرجها بسهولة، ومنهم النازعات الذين ينزعون الروح بشدة وعنف. فهذه الكوكبة الأولى تتنحى ويأتي ملك الموت، ومن يوكلهم ملك الموت له أتباع. فتنتقل إلى عالم آخر، وجاءت سكرة الموت بالحق. جاءت سكرة الموت حاملة الحق، مبينة للحق الذي أنت كنت تنكره، بات للأمور التي أنت كنت لا تتخيلها. ومن العلماء من يفسر فيقول: وجاءت سكرة الحق بالموت.